الرواية الإسرائيلية تقول إنه لا توجد قضية فلسطينية، كما لا يوجد شعب فلسطيني أصلاً. أما الرواية الإيرانية فتقول إنه لا يوجد شيء يتحرك في فلسطين إلا على قرع الطبل الإيراني. الروايتان تكمل بعضهما بعضا، ذلك لأن نتنياهو نفسه يعزف على الطبل الإيراني ألحان القصف على غزة، زاعما أن حركة حماس منظمة تعمل لحساب إيران. فوق ذلك فهناك شيء أصغر يحوم في ضيق الأفق المشترك الإيراني الإسرائيلي. المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف قال إن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى الردود على اغتيال قاسم سليماني. صغرت الدنيا ليصبح قاسم سليماني هو المحور الذي تدور الكرة الأرضية من حوله. المتحدث باسم اليمين الصهيوني بنيامين نتنياهو قال في أعقاب طوفان الأقصى إن 90% من ميزانية حماس مصدرها من إيران. حتى إذا ثارت التساؤلات بعد أسابيع من الهجمات الإسرائيلية على غزة، كيف لم تندلع الحرب على جبهة حلفاء إيران في لبنان؟ قال وكلاء الحرس الثوري هناك إن محور المقاومة لم يكن على علم مسبق بطوفان الأقصى، وإن حركة حماس تخوض حربها الخاصة وإنها قادرة عليها. واكتفى الوكلاء بمناوشات تخدم قرع الطبل الإيراني ليغذي به نتنياهو ألحان القصف الإسرائيلي. حركة حماس ما كانت بحاجة إلى الرد، إلا أنها خيرا فعلت وردت بالقول إن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا. إيران تعتقد ما تعتقده إسرائيل، نسخة الاعتقاد الأول تجد في طيتها نسخة أخرى طبق الزيف. الأولى ترى طوفان الأقصى من ثقب قاسم سليماني، والثانية ترى القضية الفلسطينية من ثقب بازار الإدعاءات الإيرانية. لا شعب فلسطيني هنا ولا دما يسيل مدرارا هناك. غزة في عين نتنياهو هي قم، والقضية الفلسطينية في عين قم هي قاسم سليماني. ينسى طرفا النسخة والزيف أن الدماء تسيل في فلسطين من قبل أن يخلق قاسم سليماني، ومن قبل أن يختلق حرس ثوري لإيران.